إذا كان كم قلت التكوين والتكوين بثقة أولا بش يوم نحن نثبت أن نحن نبغى شيء يعني بش نقدم قدامه. أنا موضوع متاع جالة هذه أثناء وطننا وعربنا وهذا نبغى نطلعوا مبلغ ودي البرنامج ونبغى نمشوا فريق للوحاد. قلت في عقلي البرنامج الجراس هذا والصحراوي شجرة النخيل، هذه الشجرة المباركة اللي هي أصالة نحن عندنا في أرضنا ومرتبطين بها. طبعا الشجرة هذه متعرضة إلى آفة الحشرة القشرية طبعا، والآفة هذه حقيقة فتاكة. قمنا بالتواصل بالمركز العربي اللي هو منظمة الأكسد وتواصلنا مع وزير الزراعة، واليوم شكلنا فريق عمل من جميع مهندسي مناطق الواحات، وفي حتى معنا مهندسين من مدينة البيضاء ودكاترة بالإعداد تقرير، وبدينا في قصة الحصر بنحصر وكم عندنا شجرة مصابة وغير مصابة بيش نبدو في قصة المكافحة. وطبعا الموضوع كبير وطويل ويبي وقت، لكن نحن الألف ميل تبدأ بخطوة. لو ما جبتوا شيء انا عجبتني انكم مشيتوا قعدتوا وقلت مع بعضكم مشيتوا مع بعضكم صاريت شخصيات معينه تقدر حتى يفضوا عليكم شويه في التقرير، لكن ما يملكوا شيء. عندهم زي ايوه يقولوا شنو الاجراء اللي تم. اذا كان حطني حتى تحدثت معاه، ما عنديش مشكله نهائيا. احنا اليوم حضرنا هذا الاجتماع وانبثق عن هذا الاجتماع طبعا تشكيل لجنة خبراء طبعا لدرس او دراسة المشاكل وعرضها على المسؤولين في ما يتعلق بقطاع الزراعة، وخاصة في ما يتعلق بالنخلة في منطقة الواحات اللي هي سببت وتعرضت لآفة كبيرة جدا. اللي طبعا احنا هذه الآفة سببت حتى في تلف المحصول بالكامل في بعض المزارع، نقدر نقول حوالي 70% من المزارع في منطقة الواحات مصابة بهذه الآفة. نحن أملنا كبير أن يصل صوتنا للناس المسؤولة في الدولة توقف معنا لمكافحة هذه الآفة.